الحاج وقوفا عند التزام الإدارة بالاستماع لانشغالات المواطن وكذا متابعة مختلف المشاريع لتحسين النمط المعيشي، استفادت أزيد من 1400 عائلة بالطاقة الكهربائية وانطلاق مشروع الغاز الطبيعي ببلدية عزير عبد القادر، ما يساهم في انتهاء معاناة المواطنين في البحث عن هذه المادة الحيوية. خصنا مدارس، خصنا طرقات، خصنا تهيئة عمرانية، خصنا مستشفى. يا سيد الوالي سيد الوزير، أنا نروح حتى البريكة 45 كيلومتر باش نقدروا نداويو، كان يطيح لك واحد قراف يموت لك في الطريق. ومن مختلف الإدارات بولاية باطنة وقف وسيط الجمهورية على الاستقبال والاستماع الجيد لشكاوى المواطنين ومدى التكفل بها في إطار تقريب الإدارة من المواطن بهدف تحسين الخدمة العمومية في استخراج ودفع شتى الوثائق والملفات. عايننا عدة إدارات عمومية من أجل الوقوف على مدى جودة الخدمة العمومية، وألحينا على ضرورة تخصيص يوم الاستقبال، أو إن أصح احترام تخصيص يوم الاستقبال المواطنين. هناك سجل شكاوي لمن خلاله المواطن يدون ملاحظته، والمسؤول ملزم في كل مرة بيطلع عليه ويتخذ الإجراءات اللازمة لتدارك هذه الوضعية وتخصيص وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن. ولأن التصدير نواة الاقتصاد، شحنات من الإسفنج وأخرى من السيراميك تتجه نحو مختلف البلدان لتشارك هذه العملية في توفير العملة الصعبة للبلاد واتباع سياسة التصدير خارج المحروقات.